انا جيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا حبيب قلبي؟ يا رب تكونوا بالف خير. وحشتوني جدا جدا. لو لسه اول مره تشوفوني ما تنسوش الاشتراك واللايك الجميل من ايديكم، عشان بجد دعمكم بيفرق معايا. طلب مني ان انا اتكلم على حمام كريم يكون كويس ويكون نتائجه حلوه للشعر، لان معظم حمامات الكريم الموجوده في السوق بتبقى النتيجه بتاعتها مش يعني بتقعدش فتره طويله، مجرد وقتي ترطيب تغسلي شعرك خلاص على كده صحيت تاني يوم كانك ما عملتيش حاجه اصلا. انا بصراحه فضلت استوحس كده وادور لحد ما لقيت منتج اسمه بايو بوينت بالنخاع، وانا بصراحه يعني النخاع عظيم وتحفة جدا للشعر التالف الخشن المجعد. عايزة اقول لكم النخاع حلو جدا في الترطيب والتنعيم، يعني بجد النخاع بيفرق جدا في الشعر، من حيث انك بتحس ان شعرك متغذي وبيغلف الشعراية وبيخليها فعلا مترطبة وحلوة جدا. وبصراحة ده اللي حببني اكتر ان انا اجرب حمام الكريم الباي بوينت، عشان زي ما قلت لكم انا كنت من فترة بدور على حاجة يكون فيها نخاع، وكان بالنسبة لي صعب شوية ان انا اجيب النخاع اللي هو الطبيعي واعمله كريم، وخصوصا لو احنا في الحر، فما حبيتش ده قوي بصراحة، حبيت انه يكون افضل في منتج. تعالوا بقى نقول لكم تجربتي الكاملة مع الحمام الكريم بتاعنا، واقول لكم يعني انا بستخدمه استخدام شخصي ازاي، ويا رب اكون في خلال الفيديو ده اقدر ان انا افيدكم بتجربتي وتطلعوا منه في الاخر انكم تستفادوا. لو قررتوا انكم تشتروه يبقى عارفين على الاقل كل حاجة عنه. طبعا حمام الكريم الباي بوينت اللي بالنخاع زي ما قلت لكم هو بيرطب الشعرايه بينعمها بيفردها مع الوقت. عايزه اقول لكم هي ريحته حلوه تمام، يعني انا حسيته مش يعني مش سيئه، بالعكس يعني حسيته بصراحه شفته روايح الكرياتين والبروتين لما بتروحي كده كوافير عشان خاطر او بيوتي سنتر عشان خاطر تفردي شعرك، فبتشم الروائح دي في قلب المكان، هي شبيهه بالريحه دي بس مش قويه قوي زي اللي بتبقى متواجده في البيوتي سنتر، بس ريحته مقبوله تمام، يعني حلوه ولطيفه مش سيئه خالص يعني. طبعا انا باين ان انا مستخدمه منه محفره فيه كتير. هو العبوه معانا 250 جرام، متوفره في اي صيدليه تقدري تجيبيه، يعني مش هتدوخي عليه ولا حاجه، ولا هتحتاجي انك تشتريه من مكان معين خاص بيه، لا ده متوفر في كل الصيدليات، وسعره كان في حدود 120 جنيه. تعالوا بقى اقول لكم انا بستخدمه ازاي او طريقتي انا في استخدامه. طبعا انتي اولا قدامك الطريقه المعتاده اللي احنا عارفينها، بنغسل شعرنا بالشامبو وبعد كده بنحط الحمام الكريم بتاعنا وبنسيبه لمده نص ساعه على البروكاب الحراري، وبعد كده بتغسلي شعرك ببلسم وتلفي شعرك طاقيه وتمام كده. دي الطريقة المعتادة بتاعتنا في استخدام اي حمام كريم. انا بستخدمه مرات كده بصراحة، وفي مرات تانية بقى انا يعني بستخدمه بطريقة تانية. كنت عاملة في القناة عندي فيديو فيه 11 نوع زيت او عشبة بيطولوا الشعر وبيدوله كثافة وترطيب ونعومة وبيحلوا كل مشاكل الشعر، بضيف منه شوية في الازازه اللي انا بستخدمها لتوزيع الزيت لو بعمل اي حمام زيت على شعري، بصراحه بتبقى حلوه قوي بتنجز معايا، وكمان بتوفر كل فايده من الزيوت لكل شعرايه فبتبقى حلوه قوي. لو لسه مش عندك نصيحه مني اتيها هتفيدك جدا. بعد ما بضيف حوالي ربعها كده بالظبط ربع الازازه، بضيف يعني معلقة كبيرة من حمام الكريم بتاعنا اللي بالنخاع، وحطه في حمام بخار مية لحد ما كله يعني يختلط ببعضه كده ويسيح، لان طبعا الحمام الكريم بتاعنا يعني تقيل شوية في الاستخدام فعايزين نخففه، فالزيوت دي عشان تخففه هيبقى برضو متكتل، فحطيه في حمام بخار مية عشان يدوب معاكي وتعرفي يعني تفردي الماسك، هيبقى زي الكريم الخفيف خالص كده على شعرك عشان تقدري تاخدي الفايدة بتاعته. وبرضو هتسيبي نص ساعة على البروكاب وبعد كده تغسلي شعرك بالبلسم، مفيش اي مشكلة خالص. قبل بقى ما بعمل اصلا اي حمام كريم، او قبل كمان ما بعمل حمام الكريم ده بالذات، انا بجيب فص ثوم
تمام، بقسمه نصين زي ما انتوا شايفين كده، وامسك فروة راسي من قدام او اي فراغات في فروة راسي بتبان اكتر معايا من قدام، وابتدي ان انا ادعك بفص الثوم على فروة الراس مباشرة. شايفين الزيوت والمية اللي فيه دي؟ هي دي اللي انا عايزاه. تمام، وما يعني بجد ما تقلقيش خالص من الريحة، وهقولك هنعمل ايه، هنقضي على كل روايح واي حاجة قلقاكي. جربي بس تعملي التوم كده مباشرة على فروة الراس وادعكي كده في فروة الراس، بتحسي ان هي يعني في حرقان بسيط، تمام، بس بجد بتفتح لك مسام فروة الراس ان هي تستقبل كل فوائد سواء حمام الزيت او حمام الكريم اللي انتي بتستخدميه. طب لو انتي بقى لسه ما عملتيش ال11 عشبة او الزيت بتاع الاطالة اللي انا عاملاه، تقدري تستخدمي اي نوع زيت انتي بتفضليه مع حمام الكريم ده، سواء زيتون سواء افوكادو سواء ارجان نمبر وان مع الكريم ده، جوجوبا، اي نوع زيت انتي بتفضليه او حابة تمكسيه مع بعضيه تقدري تستخدميه مع حمام الكريم ده. بصراحة انا حبيت اكتر ان انا استخدم حمام الزيت مع حمام الكريم وادوبهم مع بعض واستخدمهم على شعري، حسيت ان فعلا الترطيب بيبقى اعلى كمان، وفعلا نعومة الشعراية بتبقى باينة قوي. واهم حاجة، اهم حاجة انك تعملي شعرك طاقية بعد ما تاخدي الشاور بتاعك، او لو حتى كل يوم قبل ما تنامي، هيفرق معاكي جدا وهيطول شعرك، وهي لو شعرك مجعد مع الاستمرار عليها هتفرد شعرك جدا. لو انت بقى قلقانة من الروايح علشان استخدمنا التوم زي ما قلتلك، لا ما فيش مستحيل، احنا هنا كل حاجة ليها حل. لو رجعتي في القناة يعني الفيديو اللي قبل ده كمان، انا عملت معطر للشعر سهل جدا وبسيط، تقدري ترجعي له وتتفرجي عليه وتعمليه. طيب لو انا لسه ما عنديش المكونات بتاعه المعطر اللي انا عملته، او عايزه حاجه سريعه، اي زيت عطري مسحه سريعه على شعرك بعد الشاور بتاعك قبل ما تعملي الطاقيه، وخلاص على كده كانك ما عملتيش اي حاجه، انت ما فيش اي حاجه حصلت اصلا، محدش خد باله من حاجه. بس يعني نقطة مهمة جدا، بلاش ترشي على شعرك برفان، عشان البرفان بيبقى فيه نسبة كحول هتأذي لك شعرك جدا، مع المداومة هيحصل تساقط لو عملت الحركة دي كتير، وكمان هيحصل لك جفاف في الشعر. بلاش موضوع البرفان، رش البرفان على الشعر، يا مخمرية يا زيت عطري يا المعطر اللي انا قايلة عليه في القناة، اي حاجة من دول حلو جدا. بس كده، دي كل تجربتي مع حمام الكريم بايو بوينتر بالنخاع. اتمنى يعني اكون ان انا قدرت افيدكم، بحبكم جدا جدا وهتوحشوني. باي باي.